أسعد الله صباحكم أصدقائي المتابعين في كل مكان من العالم. هاي الحديقة في مدينة في السويد. شوف الثلوج اليوم طبعا ناقص 24 درجة الحرارة، 24 تحت الصفر. ايه هاي بحيرة متجمدة ونحن حاليا بالحديقة. هذا مبنى البلدية، مبنى قديم. يس. شوفوا هاي البحيرة المتجمدة. هون البحيرة، وهذا يحطون على الطريق رمل مشان الطريق، يحطون رمل مشان العالم ما تتزحلق. شوفوا هذا مبنى البلدية،